هذا الموجز برعاية فنتلينك آبيا. انفجار جديد بعبوة ناسفة الليلة الماضية يستهدف مدخل بناية سكنية في منطقة روسنغورد بمدينة مالمو، ويؤدي إلى إلحاق أضرار مادية في البناية دون وقوع إصابات بشرية. الانفجار هو حلقة في سلسلة أعمال عنف وقعت في المدينة خلال الأيام القليلة الماضية. الشرطة السويدية تخلي في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء مساحة كبيرة من منطقة غارنيخون بمدينة لينشوبينغ بعد ورود معلومات عن وجود جسم خطير، وذلك بعد أيام قليلة من انفجار كبير هز ذات المدينة. وزير العدل السويدي مورغان يوهانسون يعبر عن قلقه الشديد من الانفجارات وحوادث إطلاق النار وجرائم القتل التي وقعت خلال الأيام القليلة الماضية خصوصا في لينشوبينغ ومالمو. الوزير دعا إلى معاقبة المجرمين بشدة، مشيرا إلى أن أغلب هذه الجرائم تحدث على خلفية صراع بين العصابات الإجرامية حول تجارة المخدرات. انطلاق آخر جلسة نقاش برلماني بين قادة الأحزاب قبل بدء العطلة الصيفية صباح اليوم. رئيس الحكومة ستيفان لوفين ركز في خطابه على ضرورة مواجهة الجريمة والعزلة، فيما انتقد زعيم حزب المحافظين الحكومة واتهمها بالفشل في محاربة جرائم العصابات. السويد تهزم تشيلي بهدفين في آخر 10 دقائق بكأس العالم للسيدات المقام في فرنسا. الأمطار الغزيرة تسببت في توقف المباراة لمدة 45 دقيقة وذلك خلال الشوط الثاني. هذا الموجز برعاية فنتلينك آبيا.